زي ما احنا بنقول ان موسيماني بيضيع شخصيه الاهلي في بعض الاوقات، لازم لما موسيماني يعمل مباراه ممتازه جدا انك تقول ان موسيماني عمل جيم حلو قوي من بره الملعب. البدايه بفكره ان انت عارف الخصم بتاعك عامل ازاي وحجمه وخبزه زي ما بيقولوا، عارف ان النهارده سان داونز هيلعب قدامك 4-1-4-1، فانت قررت انك تلعب قدامه 4-1-4-1. عزيزي الاهلي كان بيلعب النهارده 4-1-4-1. لما تبص على التشكيل كده تلاقي رامي، تلاقي بدر، تلاقي كمان ياسر ابراهيم، تقول لا واضح ان الاهلي هيلعب باتنين تحت، او في ناس كمان كان بتقول لك ان رامي هيلعب ديفندر مع عمرو السوليه واليو ديانج علشان خاطر نلعب 4 ونحط 3 في نص الملعب ونلعب 4-3-3 او 4-4-4-1-1. لا احنا النهارده بنلعب 4-1-4-1، رامي ربيعه تحت عمرو السوليه واليو ديانج، على الاطراف موجود محمد مجدي قفشه وصلاح محسن. صلاح محسن بيرجع يعمل واجبات دفاعيه مع ايمن اشرف، ومحمد مجدي قفشه بيعمل واجبات دفاعيه مع محمد هاني. والمشكله في الاهلي يا عزيزي يا محمد هاني، لان محمد هاني في الماتشات اللي الاهلي بيكون مضغوط فيها بيكون هو نقطه ضعف الفريق جوه الملعب. مهما ناس طبلت لهاني، مهما ناس قالت ان هاني بيتطور، محمد هاني بيظل دايما النسخه الاضعف لباك يمين النادي الاهلي، بدليل انك بال 4-1-4-1 النهارده موسيماني قدر ان هو يوقف زواني ناحيه ايمن اشرف، وما قدرش ان هو يوقف جاستن سيرينو او مبودو ناحيه او مديبه ناحيه محمد هاني، لان مبيده وسيرين هما اللي كانوا عاملين خطوره كبيره جدا ناحيه محمد هاني. عكس الناحيه الثانيه كان الاهلي قادر ان هو يدافع صح بوقوف ايمن اشرف صح في الحاله الدفاعيه، وان ايمن مش لعيب بيترقص بسهوله، ده كان مسهل على الاهلي حته ان هو يقابل ناحيه الشمال. انما ناحيه اليمين دايما بنواجه فيها مشاكل، دايما بالصدفه البحته بتكتشف ان كل مدير فني بيلاعب الاهلي بيقرر ان هو بيدوس ناحيه يمين الاهلي ويهاجم منها. ليه؟ علشان انت عندك لعيب سيء دفاعيا. بس نخلص من موضوع محمد هاني، لان محمد هاني ما ينفعش انك تلبسه كل السوق اللي كان موجود ناحيه اليمين لوحده، لان بدر بانون ما كانش بيطلع يقابل معاه، ورام ربيعه كان بينزل تحت في الشوط الاول، ودي اللي كان فيها مشكله. والمشكله دي موسيماني عالجها في الشوط الثاني، ان هو خلى بدر بانون يرحل جنب محمد هاني ناحيه اليمين، وينزل رام ربيعه اوقات كتير جدا يكون مساك ثاني مع ياسر ابراهيم. ودي الشوط الثاني فرقت وبينت ان الاهلي قدر يوقف الناحيه دي دفاعيا على رجليها، فقرروا ان هم يروحوا ناحيه زواني الشوط الثاني، فناحيه الزواني كانت مقفوله. ايه بقى ما بين الشوط الاول والشوط الثاني ما بينهم هو الاهلي معاه الكوره؟ لا الاهلي ما كانش معاه الكوره، الاهلي الفكره كلها ان احنا نازلين نعمل جيم دفاعي، جيم دفاعي هنوصل هجوميا ازاي بقى؟ هنلعب كوره طويله لمحمد شريف كعادتنا في الفتره الاخيره، بس المشكله ان حتى الكوره الطويله لمحمد شريف ما طلعتش، فكان عندنا مشكله كبيره جدا ان احنا عايزين نعدي اول ربع ساعه من غير ما نتلقى هدف، وكمان لو نعدي نص ساعه من غير ما نتلقى هدف دي حاجه كويسه جدا. حاجه كويسه ليه كمان، انت عملت فيها حاجه مثاليه في الوسط، وهي انك جبت هدف ياسر ابراهيم، ووقتها صعبت الجيم بالنسبه كبيره جدا على سان داونز، والجيم بقى بالنسبه لك سهل جدا. سان داونز الناحيه الثانيه بعد الهدف بداوا يفوقوا، وقتها بدات تبان عيوب محمد هاني، وقتها بدات تبان مشكله الجبهه اليمين للنادي الاهلي، ووقتها كنا قاعدين حاطين ايدينا على قلبنا ربنا يستر من كل الكور اللي بتروح ناحيه محمد هاني، لحد ما بنلبس التعادل من كره ثابته برده من ضربه ركنيه بيقدر المساك بتاعهم موسى لبوسيا ده، ان هو من بوسيا، هم اساميهم غريبه بصراحه صن داونز، بيقدر بوسيا ده يجيب هدف التعادل علشان خاطر نخش بالتاني واحنا 1-1، وبنسبه كبيره جدا انت بتلعب حوالين انك ما تلبس 3 اهداف عشان 4-1 هي النتيجه اللي ممكن تصعد صن داونز، فكان الموضوع بالنسبه لك سهل انك تخلص المباراه وانت متاهل، والموضوع بالنسبه لك كان واضح ان حتى برغم هجوم صن داونز العنيف جدا اللي كانوا بيحاولوا ان هم يوصلوا باي طريقه، بس انت قافل الملعب صح، انت ال 4-1-4-1 بتاعتك كانت كويسه جدا في الحاله الدفاعيه، وانت بترجع تعملها 4-5-1 كانت مثاليه جدا للشوط الثاني، مع فكره زي ما قلت لك ان موسيماني رجع رامي ربيعه تحت وخلى بدر بانون يروح يرحل مع محمد هاني، خلصت الجيم تماما وخلصت المباراه تماما، وانت عارف كويس قوي انك مش تلبس اهداف ثاني. الا بقى في الكور ال 1-2 هات اللي كانت بتحصل في العمق، ودي حاجه يعني طبيعي ان مش كل جيم دفاعي بتعمله بيكون مثالي قوي، لازم يكون فيه شويه اخطاء، لان انت في الاخر او في الاول انت بشري، فصعب انك تحافظ على تركيزك ال 90 دقيقه كامله، طبيعي انك هتلاقي نفسك في دقيقه او دقيقتين التركيز ضاع منك، ووقتها بيبقى الخوف كله، وده اللي حصل في عمق الاهلي في الكورتين ثلاثه اللي اتلعبوا في العمق دول، والكره اتلعبت 1-2 واللي الشناوي شالها. غير كده فدفاعين الاهلي كان واقف على رجله كويس، اما هجوميا فاحنا ما جيناش النهارده، احنا جينا علشان خاطر نسجل هدف ونستغل نص فرصه، عملناها فعلا واستغلنا نص فرصه من كره ثابته وياسر سجلها هدف. غير كده ما كانش لنا فرص ضيعناها، ما وصلناش كتير، تغييرات موسيماني طبعا لما هيقرا ماتش كويس وهيغير كويس ظلم بصراحه انك تقول كده نزل اجايم
من ايفري سينج واي، ما حدش عارف هو نزل اجاي ليه. وحسين الشحات اللي كانت احلى حاجه ان موسيماني النهارده بدا بيه على الدكه، بيقرر ان هو ينزله وخلاص يا جماعه احنا كنا بنهاجم بصلاح وشريف في الهجمات المرتده، احنا هنطلع صلاح وشريف وننزل مكانه طاهر وننزل مكانه جونيور اجاي وشويه ثاني هطلع مجدي قفشه ننزل مكانه حسين الشحات. وادينا بنخلص الماتش واحنا متعادلين 1-1، عايزين اي حاجه ثانيه بقى؟ نستنى بقى شباب بلوزداد الماتش الجاي. شباب بلوزداد اما الترجي مش هيكسب 3-0 في تونس لو اتنططت صديقي الموضوع بالنسبه انك تكسب فرقه جزائريه 3-0 في ملعبك صعب جدا ان هم يضيعوا الماتش كله في الوقوع اساسا. ففكره ان هم الترجي يعمل ريمونتادا علشان خاطر يواجهنا دي حاجه لا اتمناها ودي حاجه صعب ان هي تحصل، وادعي يا رب ان احنا نقابل شباب بلوزداد افضل من الترجي 100,000 مره. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش فبراحتك اشتم، عايز تشتم عايز تقول مبروك على الفوز مبروك براحتك يا صديقي، قول اي حاجه بس المهم